رحمة انا وانتي منبوذين هنا محاصرين لا 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 مضطهدين. والله قلت لها قلت لها اسمع احنا ما بيحبوا صوتنا. رحمة في فيسبوك نايت يوم الخميس الفيسبوك والموفي عن جد؟ طب النهارده في ايه؟ مفيش ولا حاجة اصلا. فيسبوك على فكرة كان يوم الاربعاء. انت قالوا لك كده ولا انت؟ والله مين اللي قال لك؟ كان يوم الاربعاء بس لما بقى في موفي يوم الاربعاء بقى الفيسبوك يوم الخميس. مين قال لك الكلام ده؟ ما هو كان يوم الاربعاء على الفيسبوك يا راجل. طول عمره كان يوم الاربعاء. لا 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 الخميس. مين قال لك كده؟ طول عمره كان حصل كده بالعكس. الاربعاء هو الفيلم. كنا احنا اصلا في الاول ما كانش في فيلم فكان في فيسبوك. ايوه ما اتغيرت بعدين لما كان لما جابوا الموفي. شو هالحاله بلاني ايش يا كده؟ حلا على حلا على هضامي كمان اللي شوفيه يا حبيبي شوفيه. يعني ما في صح رحمة؟ اعتقد ان في. انا اعتقد يعني ما في. انا سألت قالوا لي ما سألت. سألتي؟ سألت تحت فيس تو فيس. مش كتبت فمغربي قلت بص لي قلت الاسماء انه انا ومغربي ما في بيحبوا اصواتنا. ولا موفي نايت ولا شو هو مش بيحبوا. طلعوا على الفيسبوك اسال اذا زبطوا اليوم. على فكرة احنا معطينا اغنية لهلا مش حافظين راميو سبق وفي ناس لهلا مش حافظين اغانيها. اغنية دي يلا اغنية احنا ما تكلمنيش شو؟ شكلي ده تاني بدي اضحك انا كنت نايم ومستمتع قوموني على الفاضي. وانا شفتك كنت عايزه اقومك بضربه قويه. تضربيني وانا نايم؟ بس تعبت عليا. انا هديكي ورده عشان انت بنت جميله. وانت عايزه تضربيني. هديكي ورده ثانيه عشان الشورت الجميل ده. يا عيني. الله. وهديكي ورده ثالثه عشان بتاع الاصفر الخايص ده. يا عيني. خلاص بقى. انت خايصه يا طهره. ايه الملل ده؟ عايز انام. ملل صح؟ انا عايز انام. عايز تنامي؟ انا مش مفوقه دلوقتي. لا والله. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ مش عايزه اصداع يعني اسكت يعني؟ لا بس عايزه انام. عايزه تنامي؟ ليه تنامي؟ ليه؟ الناس بتنام ليه؟ ما تناميش دلوقتي عشان تنامي بدري. هو الاغاني اللي حددتش مين هيغنيها؟ لا لسه ما حددتش. انت حددت؟ يعني انت مش عارفه انت هتغني ايه لغايه دلوقتي غير اغنيه النومينيه الوحيده اللي مضمونه. ايه تمام. نشوف الاغنيه بتاعتي عامله ازاي؟ بس هعلي لك. قرار. زي الهوى يا حبيبي. تحس ان انا شعري على الجنب. الهوى يا حبيبي. خد الورده دي يا خروف. يا حبيبي الورد حاجه جميله ان حد يهدي حد ورده مع انها حاجه بسيطه بس معبره صح؟ الهوى هوايا والهوى هوايا هوايا. انا عايز اجيب لامي ورد. ان شاء الله.
حروح أنام. خذيك يا هذا معي. أنا حروح أنام. سيبنيش لوحدي. لا. سيبنيش لوحدي. طهر انت ايه مخططاتك بعد ما تخلصي ستارك؟ بص في المغرب صعب انك تعمل حاجة. لا والله اصعب، صعب 100 مرة، مش زي هنا في لبنان تعمل البوم. طب انت بتفكري تعملي ايه؟ في مصر تعمل، في اي مكان تعمل، في المغرب صعب. فكرتي تنزلي مصر؟ ان شاء الله، يعني مش عارفة. تستقري في مصر يعني؟ لا. ما دي؟ يا علاج شفتك ولا انا والله. تنزل تقعد يومين وتروحي؟ احنا اصلا حابين ان احنا كلنا نيجي مصر. هتجي مصر يعني؟ ان شاء الله. وعد ولا ايه؟ ان شاء الله والله يا ريت. سلام. انت تعرف بعد ستار اكاديمي الانسان بيبقى مشهور و اضحك مش مركز. انا مسقط. بس انتي تعالي والله مصر كانها بلدك يعني. ان شاء الله. ما هي بلدي. بتخططي انك تكملي في الغنى؟ ان شاء الله. في اللي يكملوا، في اللي بيتجوزوا ويقعدوا في البيت، في ال انا بفكر اتجوز واقعد في البيت، بس مستني مستنية فتى أحلامي يجي ياخدني على الحصان الفراري. وأنا مستني فتى أحلامي. المفروض أنت تروح لفتى أحلامك يا خروف. أنا مستنية عشان أنا بنوتة حلوة. افتكرت هيثم لما كان بيقعد يزاولني. لا لا ما تفكرنيش بيه. ما تفكرنيش باللي كان بينك وبيني. حرام عليك. شوف الفي وصلتي اللي بيضحك بيه. انت بقى انت ساكنه بعيد عن رباب في محافظه تانية؟ مش في محافظه، في مدينه تانية. مدينه تانية تبعد قد ايه؟ يعني مثلا زي اسكندريه والقاهره؟ لا كتير. لا كتير ابعد. المغرب مش كبيره على فكره، بشوفها خريطه صغيره جنب، ولا تونس اللي صغيره والمغرب جنبها كبيره. انت مجنون. المغرب قد ايه؟ كبيره قوي. كبيره قوي قد مصر ولا اصغر؟ اكبر. في مدن لحد دلوقتي انا اسامي كتير.